حكاية آلهة وأبطال، قصة أعظم محارب في العالم وأجمل امرأة عرفها التاريخ. إنها رواية حصان طروادة وقصة الألف سفينة، لكن ما مدى صحتها؟ هل حرب طروادة هي حقا واقعة تاريخية؟ وأية أسرار تربض تحت هذه التلة غربية تركيا؟ هل هذه هي مدينة طروادة العظيمة الضائعة؟ إنها قصة تحقيق عصري يكشف خفايا لغز قديم. الرواية خلف الملحمة، قصة ذهب سرق وهياكل عظمية دفنت وإمبراطوريات انهارت، ربما أكثر سحرا مما استطاع هوميروس أن يتخيل. يعود هذا الكنز الذهبي إلى 4500 سنة وهو يحمل قصة غريبة تقودنا إلى حضارة ضائعة تعرف بطروادة. لقد سرق هذا الذهب ثم أخفي ثم استعيد خلال معركة وعاد وفقد من جديد. أمم خاضت حروبا من أجله وامبراطوريات سقطت من حوله. أبريل عام 1845، كميات الذهب هذه التي تضم أكثر من 10,000 قطعة محفوظة في متحف في برلين، لكن الجيش الأحمر الروسي يزحف على مقر النازيين. المدينة تعيش حالة من الرعب، المتاحف تعرضت للنهب، المحتويات الثمينة سرقت والذهب اختفى. ماذا حل به؟ على مدى سنوات عدة ساد الاعتقاد بأن الذهب قد تم تذويبه وضاع إلى الأبد، لكنه لم يضع بل أخفي. لا أحد يعرف كيف، لكن ذات مرة من ذاك الصيف حمل الذهب في شاحنات وتم تهريبه إلى خارج مدينة برلين المدمرة. أخذ نحو الشرق عميقا داخل الاتحاد السوفيتي تحت حكم ستالين، وإلى أن هوت إمبراطورية أخرى، وكانت هذه المرة الإمبراطورية السوفيتية. في العام 1993 اعترف الروس بأنهم أخفوا الذهب. بعد 3 سنوات عرض أخيرا أمام الزوار. الآن عادت الحروب بين الأمم بسبب هذا الكنز. روسيا، ألمانيا، اليونان، تركيا، كلها ادعاءات أشعلت صراعات قديمة تعود إلى عصر الأبطال. هل هذا هو ذهب طروادة الذي كتب عنه هوميروس؟ تلك المدينة الأسطورية التي عرفت بثرائها وغناها. يخبرنا هوميروس في الإلياذة عن حرب طروادة ويتابع الرواية في الأوديسة. لقد أعيد إحياء الرواية في الفن وفي المسرحيات والكتب. قصة حرب طروادة هي ملحمة مثيرة فيها عناصر يحبها الرجال كما تحبها النساء. إنها قصة حب، رواية غنية بالمشاعر، وهي تضم قصصا إنسانية، قصة الموت والحب المجزى والبلا مقابل. سينما هوليوود أحبت الأسطورة فأنتجت الكثير من الأفلام عنها. قصة خالدة لا تموت. إنها قصة حضارتين عظيمتين، الإغريق تحت حكم الملك أغاميمنون وطروادة تحت حكم الملك بريام. حشد الملك أغاميمنون السيد المطلق على واحد من أعظم الجيوش 1000 سفينة حربية في مياه بحر إيجا لاستعادة هيلانا والدفاع عن شرف مملكته. حاصر الإغريق طروادة على مدى 10 سنوات، لكنهم لم يتمكنوا من خرق أسوارها الهائلة. أشهر المحاربين أخيل اليوناني وهكتور الطروادي يتواجهان في معركة حاسمة.
قتل هكتور، لكن الأسوار بقيت منتصبة إلى أن ابتكر الإغريق خدعة. قاموا بجر حصان خشبي عملاق على عجلات وأتوا به إلى جدران المدينة. ظن أهل طروادة أنها هدية، لكن بدلا من ذلك كان الحصان محملا بالمحاربين الإغريق، فاستعادوا هيلانا وأحرقوا طروادة ودمروها. دمرت طروادة، لكن قصتها ظلت عالقة في أذهان الناس. لدينا الكثير من التعابير المجازية التي لا يدري كثير من الناس من أين أتت. على سبيل المثال، احذروا الإغريق حاملي الهدايا والوجه الذي حشد ألف سفينة. وطبعا لدينا أيضا عقب أخيل. تمكن هوميروس من طرح مواضيع إنسانية خالدة. التضحيات التي يقدمها جندي من أجل وطنه. لقد مضى على هذه القصة حوالي 3000 سنة، لكن هل هي حقيقية؟ هل كان هناك مدينة تدعى طروادة؟ وهل حقا وقعت حرب طروادة؟ يفترض أن تكون حرب طروادة وقعت سنة 1300 قبل الميلاد، وهو زمن كانت الكتابة فيه غير معروفة، حيث لم تكن تسجل الأحداث التاريخية. لقد كان ذلك قبل 400 عام من كتابة قصص طروادة في كتابين يحملان عنواني الإلياذة والأوديسة. ليسا كتابي تاريخ، بل هما بالأحرى حكايات مسلية من عصر غابر، أو خرافة تحمل ملامح بعض الوقائع التاريخية كتبها رجل يدعى هوميروس. لكن من هو؟ وهل يمكن تصديقه؟ الإلياذة والأوديسة ملحمتان تنسبان إلى شاعر ضرير من غرب تركيا يدعى هوميروس من زمن اليونان، لكن بحثا أجري مؤخرا أظهر أننا لا نستطيع ربط هاتين الملحمتين بالضرورة برجل يدعى هوميروس، كما أننا لسنا متأكدين من أنه كان ضريرا. يظن البعض أن هوميروس ليس إنسانا، بل هي مهنة. مهنة هوميروس. كائنا من كان، فإن قصة هوميروس قد تشكل منجما مليئا بدلائل ترشدنا إلى الحقيقة المخفية خلف الحرب الملحمية بين اليونان وطروادة. تبدأ القصة في أواخر العصر البرونزي، قبل أكثر من 3000 سنة، على مائدة عشاء فخمة بين ملوك وتجار متنافسين. ملك طروادة بيريام وملك إسبرطة مينيلاوس يسيطران على طرق تجارية تنافسية ويحتفلان بشراكتهما الجديدة. لكن هناك مشكلة. أحد أبناء بيريام الأمير باريس انصرف عن واجباته الدبلوماسية ونسيها، وسبب ذلك زوجة مضيفيه هيلانا التي قيل عنها أنها أجمل نساء العالم. أما الملك مينيلاوس فلم يلاحظ افتتان باريس بزوجته. مينيلاوس الذي لا يملك ذكاء حادا يبتعد ويترك باريس وهيلانا وحدهما. يسافر مينيلاوس إلى جزيرة كريت في رحلة أعمال، وعندما يغيب القط تلعب الفئران. الآن لدينا روايتان. تقول الرواية الإغريقية إن هيلانا اختطفت وأخذت إلى طروادة، أما رواية أهل طروادة فتقول إن هيلانا وقعت في حب باريس وهربت معه بملء إرادتها. في كلتا الحالتين تذهب هيلانا إلى طروادة، وعندما عاد مينيلاوس وجد أن زوجته قد رحلت. إن اختطاف ملكة هو فضيحة وعار، ومعناه في القرن 13 قبل الميلاد نار الحرب. يرفض الملك بيريام إعادة هيلانا إلى اليونان. هيلانا الآن محتجزة في البلاط الملكي في طروادة. لكن هل كان هناك مكان كهذا؟ إن وصف هوميروس لطروادة يشوش الأذهان، إذ يقول: في قديم الزمان رويت قصص عن مدينة الملك بيريام الغنية بالذهب وبالبرونز. طروادة مدينة الملك بيريام الغنية بالذهب. أغرت هذه القصة صيادي الكنوز عبر العصور، فكانت هذه المعادلة: من يجد طروادة يجد الذهب. وهكذا عاد الذهب إلى القصة. خلال القرن 19 أطلق رجل أعمال ألماني غريب الأطوار حملة انتقامية للبحث عن كنوز طروادة. كان هذا الرجل هايرخ شليمان. كان مهووسا بالإلياذة وكان مؤمنا بكل كلمة منها. بالنسبة له طروادة، هيلانا والحصان، رفض شليمان تصديقهم. انطلق الرجل المهووس في رحلة بحث كانت أول محاولة جدية للبحث عن طروادة. لكن اكتشاف الحقيقة حول طروادة
بات أمرا صعبا لأن شليمان وعلى غرار هوميروس مزج بين الواقع والخرافة. في عصر كان فيه العمل الاستعراضي يستقطب اهتمام الإعلام، قدر لشليمان أن يكسب شهرة واسعة في مجال علم الآثار. هاينريخ شليمان هو أبو علم الآثار، وهو أيضا وغد حقير. إنه رجل مخادع في حياته الشخصية وحياته الخاصة، وبالتالي يتساءل المرء إن كان بالإمكان الوثوق به في حياته المهنية. إنه من الرجال الذين لا أحد يستطيع أن يصدقهم ويثق بهم، وفي حال أراد أحد أن يثق به فسيكتشف عاجلا أنه رجل مخادع. كان شليمان مصمما على إيجاد دليل على حرب طروادة وأن يجعل من نفسه رجلا مشهورا، لكن أولا عليه أن يصبح غنيا. بدأ من روسيا حيث راح يبيع الأسلحة للطرفين المتنازعين في حرب القرم، ثم وبغية تمويل أبحاثه وضع عينه على الذهب. في العام 1849 توجه إلى كاليفورنيا وكان في 49 من عمره، لكنه لم يشأ أن تتسخ يده، وبدلا من التنقيب عن الذهب عمل بتجارته، فراح يشتري غبار الذهب وشذراته من عمال المناجم ويبيعها للمصارف، فجمع ثروة طائلة وابتعد عن البلدة. ها قد حان الوقت ليبدأ بحثه عن طروادة بعد أن حقق ثراء لافتا، لكن قبل القيام بذلك احتاج شليمان غريب الأطوار لهيلانا خاصة به. طلق امرأته ثم كتب رسالة إلى رأس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في أثينا قائلا: أريد المجيء إلى اليونان وأريدكم أن تجدوا لي زوجة يونانية. تعرف إلى سوفي إنغاسترومينوس ابنة 17 ربيعا، شابة يونانية جميلة أصبحت السيدة شليمان الجديدة. لقد وجد هيلانا خاصة به. الآن عليه أن يجد طروادة. السؤال الوحيد أين؟ إن كتابات هوميروس هي أشبه بخريطة كنز مليئة بالإشارات، فهو يصف سهل طروادة كأرض تهب في سمائها الرياح وتنتشر فوقها أشجار السنديان الصلبة، وهي ممتدة عند حافة نهر هيلسبونت القديم. في العام 1868 توجه شليمان إلى شمال غربي تركيا، حيث ينتصب الضريح المزعوم لأخيل بالقرب من بلدة بيشك تابي على ساحل بحر إيجا. إن كانت قصة هوميروس صادقة فطروادة في الجوار. ثم قصد شليمان رجلا كان قد طرح نظرية عن كيفية فك هذا اللغز، إنه فرانك كالفيرت، دبلوماسي وهاو لعلم الآثار. قال له كالفيرت: في أرضي موقع يدعى هيسرليك وأنا أقوم بالتنقيب، أظن أنه طروادة، لماذا لا تلقي نظرة عليه؟ فإذا كان الموقع هو طروادة يمكننا عندئذ أن نحقق شيئا. لم تكن هيسرليك أرضا مساحتها كبيرة، بل تلة نبت العشب فوقها، وهي ممتدة فوق ساحل الأناضول التركي، طولها 100 متر وعرضها 145 مترا. تمكن كالفيرت من إقناع شليمان بأن هذه التلة المتواضعة في وسط هذا المكان العادي كانت ذات مرة مهد حضارة طروادة. بدأ شليمان الحفر كما طلب منه كالفيرت، لكنه لم يكن راضيا عن ذلك. لقد كان مقتنعا بأن طروادة هي في الأسفل، إلا أنه قام بحفر خندق عملاق من الشمال باتجاه الجنوب بعرض أكثر من 40 مترا مباشرة عبر وسط التلة. لم يكن شليمان صبورا في عمله، ولو لم يكن الأمر متعلقا بطروادة لتنحى جانبا. إذا أردنا اختصار وصف الطريقة التي حفر بها شليمان فكلمة سيئة تكفي. في الوقت الذي بدأ فيه شليمان بأعمال الحفر كان علم الآثار علما جديدا حديث العهد. نظن أن هذا الاختصاص قديم جدا، لكنه قد نشأ في الواقع خلال النصف الثاني من القرن 19. لم يكن شليمان خبيرا بأعمال التنقيب، لذا لم يكن متأكدا مما يقوم به. في آخر شهر مايو من العام 1873 شعر شليمان أن جهوده قد فشلت. لقد قال شليمان: خرجت ذات صباح وكان العمال قد بدأوا بالحفر، وبينما كنت أمشي بينهم كان أحدهم يكشف صندوقا ضخما ورأيت الذهب يلمع، فقلت لهم على الفور إنني نسيت أن ذاك اليوم يصادف عيد ميلادي. هذا ما قاله شليمان. قلت لهم إنه يوم عطلة، وبعد أن غادر العمال استدعيت زوجتي صوفي ورحنا نحفر معا ذلك المخبأ
الذي يحتوي على الكنوز. قامت زوجتي بجمع القطع في مئزرها، الذهب والفضة والبرونز، وحملتها وعادت بها إلى المنزل، حيث قمنا بجمعها وبإعداد قائمة بها ودوننا كل شيء. آلاف القطع الذهبية، منها الكبيرة ومنها الصغيرة. لقد كان كنز بيريام ملك طروادة كما زعم شليمان الثروات التي أمضى سنوات يبحث عنها. كان شليمان قد فطع وعدا للحكومة التركية بألا يأخذ الكنز إلى خارج البلاد، وبالنسبة إليه لم تكن هناك سوى طريقة واحدة وهي سرقته. لقد روى أنه قام وزوجته بتهريب الذهب إلى خارج طروادة بواسطة زورق وعاد به إلى موطنه الجديد في اليونان. للأسف لدينا مشكلة في هذه الرواية، وهي مشكلة بسيطة، صوفي لم تكن هناك. تروي مذكرات شليمان وبعض المراجع الأخرى أن زوجته صوفي كانت في أثينا يوم اكتشاف الكنز، لذا قصة كلها مختلقة. وعندما وجه شليمان بالأمر في وقت لاحق ارتبك وقال: صحيح، صوفي لم تكن هناك، لقد أدخلتها في القصة لكي أحاول إعطائها دورا مهما في العمل الذي قمت به. ازداد الأمر غرابة. بعد أن حصل شليمان على الذهب أصبح بإمكانه أن يكمل خلق شخصيته لان الخاصة به. بعد أن قام شليمان بتهريب الذهب إلى خارج تركيا وأحضره إلى أثينا، قام بإلباس زوجته صوفي كل الحلى الذهبية ثم أخذ صورة لها. هذا أمر لا أحد يفكر به، أقصد أن لا أحد معه سوى زوجته والذهب، فقام بذلك. بدت رائعة الجمال، إنها صورة فاتنة ولا ضرر في ذلك، لكن لا أحد يفكر بالقيام بشيء كهذا. بالنسبة إلى شليمان فقد تحقق حلم حياته، أو هكذا ظن. لقد كان كنزا حقيقيا، لكنه لم يكن كنز بيريام. لقد عرف فيلهلم دوربفيلد وهو مساعد شليمان أن الذهب لا يعود إلى زمن حرب طروادة إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، بل يعود في الحقيقة إلى ما قبل ذلك بكثير، إلى ما قبل ذلك بأكثر من 1000 عام. ومن باب الذهول والصدفة فأن شليمان قد اكتشف حضارة ضائعة، حضارة عمرها 3000 سنة قبل الميلاد، وهي أقدم مما يستطيع أحد أن يتصور. لقد حقق اكتشافا تاريخيا. اكتشف شليمان من غير قصد ليس مدينة طروادة واحدة بل 9 طروادات، كانت مكومة الواحدة فوق الأخرى، 9 طروادات متراكم بعضها فوق بعض على مدى 4500 سنة تقريبا. لقد وجد 9 مدن، ووجد نفسه بذلك في ورطة لم يكن يتوقعها. أي واحدة من المدن 9 هي مدينة حرب طروادة. لقد تسارع شليمان بأعمال الحفر، فتسبب ذلك بتدمير قسم كبير من الحضارة التي كان يفتش عنها. طروادة التي روى عنها هوميروس، طروادة 6 و7، موجودة في الطوابق الوسطية وليس في الأسفل كما ظن شليمان. على الرغم من الارتباك والتدمير، إلا أن شليمان تمكن من إثبات أن طروادة كانت موجودة فيما مضى، فجعل منه هذا الاكتشاف رجلا شهيرا. أعلن شليمان عن النتائج، لكنه نسي ذكر أو تعمد نسيان ذكر اسم فرانك كالفيرت. ضاع اسم كالفيرت في التاريخ، ونسب شليمان لنفسه استكشاف طروادة. لقد وجد طروادة، لكن أمرا واحدا أزعجه، طروادة لم تكن كبيرة. لم يفهم لماذا وقعت حرب طاحنة قاسية من أجل مدينة بهذه المساحة. ولكي يؤكد أن حرب طروادة هي واقعة من التاريخ، كان عليه أن ينتج مدينة أكبر حجما وأكثر قوة، مدينة دمرت وأحرقت. إن المسار الذي سلكه شليمان لوقت طويل أصبح بلا نتيجة، فصب اهتمامه من جديد نحو إلياذة هوميروس، نحو اليونان القديمة. لقد عاشت ممالك كثيرة في اليونان البيلوبونيزية أواخر العصر البرونزي، لكنها خضعت كلها لمملكة واحدة، مملكة ميسيناي، تحت حكم ملك واحد أغمينون. لقد كان شقيق أغمينون مينيلاوس الذي اختطفت زوجته، ما زالت في طروادة مع حبيبها باريس. لكن أغمينون قد وجد فرصة خلف هذا العار، جمع الحكام تحت سيطرته وحصل على دعمهم. المهمة استرجاع هيلانا ونهب طروادة، المدينة الغنية بالذهب. السلاح السري
أخيل أعظم محارب في اليونان الذي وهبته الآلهة قوة ومهارة في القتال. كيف له أن يخسر ومعه أعظم محارب وأعظم أسطول؟ أجمنون ملك مدينة ميسيناي العظيمة. هل كانت هذه هي المملكة التي جعلت الإغريق يهاجمون طروادة؟ توجه شنيمان في العام 1876 إلى الموقع الذي كان يعتقد أنه أرض ميسيناي. كانوا يأخذونه إلى هناك ويقولون له هنا كان موطن أجمنون وهنا كانت ميسيناي. عند هذا الموقع الأثري غير المحفور بدأ شنيمان بالحفر من جديد، آملا أن يجد أجمنون ويجد دليلا آخر على حرب طروادة. ميسيناي بلاد الثراء والحروب. على عكس طروادة كانت ميسيناي حقيقة مؤكدة، لكن لم يقم أحد من قبل بالحفر في الموقع بطريقة منتظمة إلى أن قدم شنيمان، وما وجده في هذا المكان كان مذهلا. ندخل القلعة في ميسيناي ونمر بالقرب من جدار، ثم نمر عبر بوابة. فوق هذه البوابة توجد عتبة صخرية ضخمة، وفوقها قطعة صخرية مثلثة نقش عليها مخلوقان يشبهان الأسد، يقفان الواحد مقابل الآخر وبينهما عمود. أسدان، ما معنى هذا يا ترى؟ في العصور القديمة كان الأسد حارسا رمزيا يوضع على مدخل مقر ملكي، وبوابة الأسد هي واحدة من أقدم المنحوتات الأثرية في أوروبا. أما بالنسبة إلى شنيمان فقد كانت البوابة مدخلا إلى بلاط أجمنون. بدأ شنيمان بالحفر فوجد فسحة دائرية تشبه قاعة اجتماعات أو ساحة بلدة، لكن عندما بدأ يحفر وجد أنها لم تكن قاعة اجتماعات بل منطقة أثرية فيها مقبرة. مقبرة بدلا من ساحة بلدة، وجد شنيمان مقبرة. ثم وجد عددا من الحفر العميقة التي حفرت في الأرض وفي الصخر، وفي قعر كل واحدة منها غرفة مستطيلة تحتوي على عدد كبير من الهياكل العظمية. حفر شنيمان عميقا وكان على قناعة بأنه سيجد جثة أجمنون بنفسه، وسيكشف أسرارا جديدة تتعلق بلغز حرب طروادة. كان في كل واحد من القبور كمية كبيرة من الأغراض الثمينة من الذهب والفضة، وكميات من الأشياء الغريبة التي تم إحضارها إلى ميسيناي. أمر لا يصدق. عاد شنيمان ليكتشف ذهبا من جديد. القطع الأكثر لفتا للنظر أقنعة مذهبة موضوعة على وجوه الأموات، إشارة إلى كنوز لحياة ما بعد الموت. لقد رأى شنيمان ما يكفي. أرسل برقيات إلى الصحف الرئيسية يبلغها فيها عن مشاهدته لوجه أجمنون. قامت الصحافة الأوروبية بنشر الخبر، لكن شنيمان لم يترك الحقيقة تقف في طريق رواية مشوقة. إن القناع الأصلي الذي وجده شنيمان كان الوجه المعروف ذا الخدين المستديرين لمن سيكتشفه لاحقا. فقد قدم ملك اليونان لرؤية القناع، لكن شنيمان في تلك الأثناء كان قد وجد أقنعة أفضل، وعندما وصل الملك أراه القناع الثاني. هذا هو القناع الذي يحمل شاربين ملتفين ولحية، وهو يبدو أكثر شرعية من الأول، وكأنه رجل بريطاني نبيل من زمن الملكة فيكتوريا. ظن البعض أنه أخذ القناع إلى صانع مجوهرات فأضاف إليه اللحية والشاربين. ربما لم يمانع شنيمان في تبديل وجه أجمنون، لكنه لم يكن أجمنون بل كان رجلا عاش قبله ب300 عام. مرة جديدة حقق شنيمان المهووس بالبحث عن حرب طروادة اكتشافا هاما، وكان ذلك ضربة حظ موفقة. لقد كان القناع من زمن ميسيناي السابقة، لكن شنيمان كان لا يزال يبحث عن ميسيناي التي بلغت أوج مجدها في إلياذة هوميروس. خلال السنوات التي تلت عثر علماء الآثار على خوذة تحمل ناب خنزير برية تماما كالتي يصفها في الإلياذة، وكان يضع فوق رأسه خوذة من الجلد مغطاة بأنياب بيضاء لماعة، وكانت هذه الأنياب ملفوفة صفوفا على الخوذة ومخيطة بدقة.
فجأة تحول هوميروس إلى أكثر من شاعر. أخيرا التقى علم الآثار علم الأساطير، وأصبحت مدينة أجمنون تحت الضوء. على غرار طروادة كانت ميسيناي تقع فوق تلة، وكانت تسيطر على طرق التجارة في الأسفل. مثل طروادة أصبحت ميسيناي مدينة ثراء. واشتهرت أيضا بتاريخها الطويل المليء بحروب السلالات. هنا جد أجمنون قتل شقيقه وجعل أولاده يأكلون جثته. كانت هذه المدينة في زمن أجمنون تستعد لخوض الحرب، وكان مصير ميسيناي على المحك. بينما كان الأسطول الحربي يستعد للإبحار، أقدم أجمنون على خطوة يائسة. لقد قام بالتضحية بابنته إرضاء للآلهة لكي يلتمس منها ريحا تحمله إلى طروادة. هل حقا عبر أسطول من 1000 سفينة بحر إيجا لكي يهاجم شمال غربي تركيا؟ إن كان هذا صحيحا فكيف؟ تستطيع سفينة صغيرة بخمسين مجدافا أن تصل سرعتها إلى 8 عقد بحرية. المسافة بين ميسيناي وطروادة هي 500 كيلومتر. قد يستغرق عبور أسطول أجمنون 3 أيام لبلوغ بحر النبيذ الأسود الذي تحدث عنه هوميروس في روايته. نجح الأمر سواء أكانت الآلهة أم تضحية أجمنون أم عزيمة بحارته. عبر الأسطول الإغريقي بحر إيجا ووصل إلى الساحل التركي، لكن عندها لم يحالف الحظ أجمنون. بسبب نزاع تافه على أمة، رفض المحارب الكبير أخيل أن يقاتل إلى جانب الجيش الإغريقي. على أجمنون أن ينتصر على طروادة من دونه. خيم الإغريق عند ساحل حوض طروادة وراحوا يخططون لمهاجمة المدينة وإنقاذ هيلانا، لكنهم لن يكونوا آخر جيش يحارب من أجل هذه الأرض. إبان الحرب العالمية الأولى قتل حوالي 250,000 من جيوش الحلفاء هنا في معركة جاليبولي. في العام 1452 ميلادي فتح العثمانيون القسطنطينية إلى عند النهر. في العام 332 قبل الميلاد زحف اسكندر الكبير على رأس جيش من 20,000 جندي إلى هذا المكان. لماذا خاض البشر حروبا عند هذا الساحل عدة مرات على مر القرون؟ الجواب هو موقعه الفريد. بحسب هوميروس تقع طروادة عند حافة نهر هيليسبونت الذي يعرف اليوم بالدردنيل، وهو على شكل قناة نهرية طويلة تفصل ما بين البحر الأسود وبحر إيجا كما تفصل أوروبا عن آسيا. لطالما كانت تمتد على الخط الساحلي قرى تعيش على صيد الأسماك، لكن عند الشواطئ تنتشر السفن العملاقة التي تؤمن حركة التجارة العالمية. إن معظم ثروات العالم القديم قد عبرت هذه الممرات المائية الضيقة. بحسب هوميروس هنا تقع طروادة، ولابد أنها كانت موقعا قويا. غالبا ما تهب الرياح الشرقية الشمالية على هذا الموقع منذ القدم حتى الآن، وهي رياح ساهمت في جعل طروادة مدينة غنية. غالبا ما كانت الرياح والتيارات تهب في الاتجاه الخاطئ، مما كان يدفع بالبحارة إلى توقيف سفنهم في الموانئ مدة تصل إلى 6 أسابيع متواصلة. أما حكام طروادة فقد كانوا يفرضون ضرائب على هذه السفن. تحولت طروادة إلى نوع من محطة خلال العصر البرونزي، فتدفقت الثروات إليها وازدهرت. امتدت خارج أسوار القلعة مزارع ومراع للغنم والماعز، فسادت حياة ريفية يصفها هوميروس في الإلياذة.
داخل القلعة تعيش المدينة حالة من البذخ والسحر. كانت الحياة في بلاط طرواد الملكية متمركزة داخل القلعة، حيث كان الملك بيريام بحسب الإليادة يجمع الضرائب والجزية من السفن التجارية العابرة. في هذا الوقت باتت طرواد على الأرجح المدينة العالمية، أظنها كانت مدينة متنوعة ومتأثرة بشتى الحضارات. لقد وجدت في طرواد أشياء ولوازم غريبة عنها، بالتأكيد كانت هناك سفارات وكانت تأتي إليها باثت. مدينتان، ميسيناي الغنية بتجارتها وطروادة الغنية بضرائبها على التجار. هل هذه التنافسية بين الإغريق وأهل طروادة هي السبب الحقيقي لاندلاع حرب طروادة؟ نعرف أن العصر البرونزي شهد حروبا شاركت فيها كل الشعوب التي كانت تعمل بالتجارة عبر شرقي بحر إيجا، ولا يفاجئنا أن يكون موقع طروادة دفعها إلى حروب التجارة هذه. في أواخر العصر البرونزي كانت هناك طريقة واحدة لمهاجمة مدينة محصنة، وهي الزحف عليها. بحسب رواية هوميروس، هذا بالتحديد ما راح الإغريق يعدون له، فقد تجمهروا أمام بوابات المدينة. لكن باريس خاف نشوب معركة دامية على امرأته، فتقدم وعرض تسوية تقضي بمبارزة فردية بينه وبين أحد الإغريق. إن ربح تبقى هيلانا في طروادة، وإن خسر تعود إلى اليونان. مينيلاوس زوج هيلانا المتعطش للانتقام قبل التحدي وبادر سريعا إلى توجيه ضربته. خاف باريس فتراجع. بحسب هوميروس، الآلهة هي التي أبعدته عن ساحة القتال، فتوارى عن الأنظار واختفى. انسحب فتوجه إلى غرفة نومه هيلانا، حيث وبخته بسبب جبنه. شاب وسيم جبان، عرضت مغامرته العاطفية حضارة شعبه للزوال. هل كان يوجد حقا باريس أمير طروادة؟ هل هناك دليل على أنه حقيقي؟ تأتي الأدلة من الناس الذين عاشوا غرب طروادة، أي الحثيين، وهم من الشعوب الأول في التاريخ التي عرفت الكتابة. والإليادة بدأت لتوها، إذ أن المحارب العظيم أخيل قد عاد وانضم إلى القتال بعد مقتل صديقه المقرب على يد هكتور، وهو أمير من طروادة. امتلأ أخيل غضبا وكاد يقضي على جيش طروادة، فطرد فلوله المهزومة إلى داخل بوابات المدينة. أصبح حصار الإغريق عند أسوار طروادة. يصف هوميروس هذه الأسوار في كتاب الإليادة: إن الأسوار العظيمة والبوابات الخشبية القوية والمتينة التي تقفل بإحكام هي التي ستحمي المدينة. لكن هل وقعت طروادة تحت حصار شديد؟ لم يجد شليمان دليلا على ذلك، لكن الكلمة الفصل حول طروادة لن تكون كلمته. في العام 1932 أطلق كارل بليجن من جامعة سينسيناتي حفريات الفصل السابع عند تلة هيسارليك. لم يكن بليجن مهملا كما كان شليمان، فقد حفر بدقة وبحرفية، لكن الهدف كان نفسه، إيجاد دليل على حرب طروادة. كانت الطبقة السادسة من طروادة هي المدينة الغنية الريفية، المدينة العالمية التي شهدت ازدهارا وتقدما. لكن فريق بليجن اكتشف أن الطبقة السابعة من طروادة التي صمدت تحت الحصار، بحسب رواية هوميروس، هي مكان مختلف بشكل دراماتيكي. لقد وجدوا أن الأشياء الغريبة الفخمة قد اختفت، وعلامات الثراء قد غابت، وظروف الحياة كانت قاسية صعبة. ما الذي حصل لطروادة التي كانت مدينة غنية آمنة فيما مضى؟ ثم اكتشفوا دليلا بالغ الأهمية، إذ وجدوا جرار تموين كبيرة، ووجدوا الكثير منها. يبدو أن السكان طروادة كانوا يدخرون طعامهم. معظم السكان المقيمين في الجوار انتقلوا إلى الأعلى ليبقوا تحت حماية القلعة. ثم كانت هناك صعوبة بالتنقل داخل شوارع المدينة، لأن البيوت كان بعضها مبنيا قرب بعض، وكانت هناك أيضا خزائن تحتوي على كميات كبيرة من الطعام، بحيث لا يضطر أحد للابتعاد عن القلعة غالبا، وكان يسود الحياة جو من الخوف. الخوف؟ مما؟
يعتقد البروفيسور روس أن طروادة السابعة كانت في الحقيقة مدينة تحت الحصار تماما كما تصفها الإليادة. بحسب هوميروس الإغريق هم من حاصر طروادة، أما نهاية فقد كانت خارج هذه الأسوار المحصنة، حيث وقعت المنازلة المميتة بين أخيل وهكتور في معركة بين الرجلين على مصير طروادة. قام أخيل بذبح أمير طروادة العظيم، لكن الأسوأ لم يأتي بعد، فقد ربط جثة هكتور من رجليه بعربته وقام بجره 3 جولات حول أسوار مدينة طروادة على مرأى من والدي هكتور المرتعبين الملك بيريام والملكة هيكوبا. هل حصل هذا؟ هل يتبارز قادة اليونان الأرستقراطيون مع أخصامهم؟ من جديد يقدم الحثيون أدلة أخرى. هناك نص من عهد الحثيين في بوغاسكوي، وهو يتحدث عن محارب أرستقراطي من اليونان كان يحارب أرستقراطيا آخر من الحثيين، فقد كانت تحصل مواجهات من هذا النوع في أواخر العصر البرونزي. بحسب هوميروس لم يكن أخيل رجلا لا يقهر، وككل البشر كانت لديه نقطة ضعف وكانت في عقبه. هناك دليل صغير بالقرب من طروادة عند ميناء بيسكتيبي، وهي تلة مخروطية الشكل اعتبرت منذ القدم أنها قبر أخيل، لكن أعمال الحفر عند القبر لم تسفر عن شيء، وبقايا أخيل التاريخية بقيت لغزا محيرا. باريس قاتل أخيل ومسبب الحرب هو أيضا قتل في معركة. قصة باريس العاطفية هي التي أشعلت شرارة الحرب، فهل سيضع موته حدا لهذه الحرب ويغير قدر طروادة؟ أمام الملك بيريام الآن فرصة لاسترجاع هيلانا والحفاظ على ماء الوجه، لكن الكبرياء العمياء عادت من جديد لتتلاعب بالقدر في رواية هوميروس. رفض بيريام تسليم هيلانا، على الإغريق أن يدخلوا بأنفسهم إلى داخل القلعة لكي يسترجعوها. بحسب الإليادة الإله بوسايدون هو من بنى الأسوار المحصنة حول طروادة، وقد قال بوسايدون بحسب هوميروس: بنيت سورا جبارا من الحجارة المرصوفة حول المدينة لكي أجعل منها مكانا عصيا على الطامعين. أسوار عصية، 10 سنوات من الحصار وما زالت أسوار طروادة صامدة. يبدو هذا أمرا غير مألوف بالنسبة لمدينة صغيرة كهذه. لقد كانت تلك أحجية لم يتمكن كارل بليجن من حلها. أوقف بليجن أعمال الحفر في طروادة في العام 1938، وعلى مدى 50 عاما لم يقم أحد بأي نشاط في الموقع. بعد أعمال الحفر التي قام بها ساد اعتقاد بأن الأرض تحت هيسارليك قد كشفت عن كل أسرارها، لكنها لم تفعل. في العام 92 قرر فريق من جامعة توبينغام في ألمانيا وفريق آخر من جامعة سينسيناتي الحفر من جديد، هذه المرة بمساعدة جهاز سونار عالي التقنية يستخدم في الكشف عن آبار النفط، لكنهم لم يجدوا نفطا بل صخورا بدلت مفهومنا لوقائع حرب طروادة. لو توجهنا لمسافة 400 متر نحو الشمال من قلعة طروادة لوجدنا خندقا محفورا في الصخر يحيط بكامل المدينة السفلية في الطور السادس لطروادة. دائرة دفاعية خارج أسوار المدينة، وهذا ما يجعل طروادة التي يصفها هوميروس أكبر بمرات عديدة مما كان يعتقد من قبل. فجأة تبين أن طروادة لم تكن صغيرة، وفجأة تبين أنها كانت محصنة وصامدة. لمهاجمة المدينة كان على الأعداء أن ينزلوا من مركباتهم ويعبروا الخندق ثم يخرجوا منه، وهذا كله تحت السهام المنهمرة التي كانت تطلق عليهم من جيش طروادة المتمركز خلف الأسوار على مسافة غير بعيدة من الخندق الدائري. عليهم بعد ذلك تسلق الأسوار ثم عبور المدينة السفلية واجتياز مسافة 400 متر ليصلوا إلى هذا السور الصخري الهائل المحيط بالقلعة. كان عليهم أن يجتازوا كل هذه الحوالي
الحواجز والعقبات لكي يتمكنوا من تدمير المدينة. كانت المدينة محصنة بالكامل مع نظام الدفاع المزدوج هذا. لقد وجدوا المدينة الأكبر التي كان شليمان وبليغن يبحثان عنها، ثم أحرزت قضية حرب طروادة تقدما كبيرا نحو الأمام. بحسب هوميروس وصل الحصار إلى نقطة جمود. لقد تكبد الإغريق خسائر فادحة وباتوا بحاجة إلى خطة جديدة لخرق أسوار طروادة المحصنة. ولتحقيق ذلك ابتكروا خدعة، فقد بنوا حصانا خشبيا ضخما، وقاموا بجر الحصان على عجلات إلى جانب أسوار المدينة، وعلى ما يبدو تراجعوا. وجد شعب طروادة الحصان، فظنوا أن الإغريق قد حملوا لهم هدية وتخلوا عن الحرب. عندها قام الطرواديون، ولم يكونوا شديدي الفطنة على ما يبدو، بفتح البوابات وأدخلوا حصان طروادة وراحوا يحتفلون. لكن الحصان لم يكن هدية، ولم ينسحب جيش اليونان. كان الأسطول مختبئا خلف جزيرة تينيدوس على مقربة من الميناء ينتظر وقوع طروادة في الفخ. هل حصل ذلك فعلا؟ هل كانت أكبر خيبة عسكرية على الإطلاق واقعة تاريخية؟ كل المؤرخين الإغريق يعرفون قصة حصان طروادة منذ اللحظة التي بدأوا فيها بالاختبار مستعرضين الصور والبشر والحيوانات. إنها من أولى القصص التي تكلموا عنها. ما الحاجة للتوسع في قصة كهذه؟ علينا أن نتذكر المنظومات الدفاعية للمدينة في أواخر العصر البرونزي، لذا لا يفاجئنا أن تكون قصة خدعة خرق المدينة المحصنة قد تم تحريفها، وقصة الحصان هذه تحمل علامة استفهام. هناك بضع نظريات. في زمن حروب القلاع كان الجيش الذي يحاصر قلعة ما يعمد إلى بناء آلة يستخدمها في الحصار، وهي منجنيق منقول على عجلات في داخله جنود. هذا الرسم السرياني منذ القرن السابع قبل الميلاد، أي زمن هوميروس، يظهر آلة حصار تشبه الحصان، وهي تدك أسوار مدينة محصنة. ربما كان حصان طروادة واحدا من هذه الآلات، لكن ربما دمرت الأسوار بفعل العوامل الطبيعية وليس بفعل البشر. ربما ضربتها هزة أرضية. يمتد صدع عبر شمال غربي تركيا، وقد ضربت الزلازل هذه المنطقة مرات عديدة فيما مضى. أظهرت حفريات كارل بليغن خلال الثلاثينيات دلائل عدة تشير إلى أن هزة أرضية عنيفة قد ضربت طروادة أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ربما كانت هزة أضعفت طروادة وسمحت لليونانيين بدك قلعتها. الحصان أو الهزة الأرضية، هل يمكن إثبات نظريات كهذه؟ نعرف أن مدينة طروادة السادسة قد دمرت بسبب هزة أرضية على الأرجح، لكن هوميروس يروي قصة بطولية، قصة 10 سنوات من الحروب، فليس من المعقول أن يكتب في النهاية بأن زلزالا قد ضربها. الأمر كمن يكتب قصة نهايتها شكوى بدلا من أن تشكل خاتمتها صعقة قوية. لكن هناك نظرية. بوسايدن ليس فقط إله البحر، بل الزلازل أيضا. غالبا ما كان يعرف بمرجف الأرض، والحيوان المرتبط ببوسايدن هو الحصان، لذا فإن هزة أرضية هي مرادف لبوسايدن، وبوسايدن يعني الحصان، وهكذا تصبح الهزة الأرضية مرادفا لحصان طروادة. قد يكون حصان طروادة هو فقط استعارة لوصف الهزة الأرضية. لكن بحسب هوميروس فالحصان حقيقي والخدعة نجحت. ذات ليلة عند منتصف الليل شرب أهل طروادة حتى الثمالة، ثم خلدوا إلى النوم. فتح الجنود الباب من داخل الحصان وخرجوا منه، فقتلوا الحراس عند البوابة وفتحوا المداخل. قتلوا كل رجل في طروادة بمن فيهم الملك بيريام. في تلك الأثناء راح مينيلاوس يبحث عن هيلانا وقد صمم على قتلها، لكن عندما وجدها سحره جمالها مرة جديدة فحملها معه. مرة جديدة نرى أن لجمال امرأة عادية تأثيرا عميقا في مصير شخصيات هوميروس. لكن ما الذي نعرفه عن هيلانا؟ أحب قدام الإغريق تصديق رواية هيلانة طروادة، لذا فبالنسبة إليهم هيلانا كانت شخصية حقيقية.
هل عاشت حقا؟ لقد قدمت أدلة مفاجئة تكرر من خلالها ما قاله هوميروس، فهي تدرج أسماء نساء اختطفن خلال الحرب، من بينهن امرأة اسمها توروجا أو امرأة من طروادة. نساء طروادة تلقين المصير نفسه في رواية هوميروس، كما دمرت المدينة ونهبت خيرتها، ثم أحرقت طروادة بالكامل فاندثرت معها حضارة الملك بريام. الآن عرفنا أن هناك مدينة كان اسمها طروادة وقد دمرت في القرن 13 قبل الميلاد، لكن هل حقا أحرقت بالكامل؟ ومن أحرقها؟ شليمان بحث عن دليل على ذلك، وبعد 45 سنة على موت شليمان جاء كارل بليغن ليجد هذا الدليل الذي بحث عنه في صفحات هوميروس التي روت حكاية طروادة، فوجده وأثبت أنها احترقت. لكن مدن عديدة احترقت في التاريخ القديم، كيف سنعرف إن كانت طروادة قد احترقت على أثر هجوم عسكري؟ عندما وصل فريقا جامعتي توبينغن وسينسيناتي في التسعينيات بدأ يبحثان عن بقايا طروادة المدمرة التي كتب عنها هوميروس. وجدنا في المكان عدة طبقات مدمرة الواحدة فوق الأخرى، لكن اثنتين منها تعودان إلى العصر البرونزي. في مرحلة الدمار الثانية نجد رؤوس سهام عند مستوى الدمار، لذا يبدو أن المدينة دمرت بعد أن تعرضت للهجوم. رؤوس سهام استخدمها المحاربون القدامى في هذه المدينة، أخيرا دلالة على أن الدمار في طروادة أحدثته المعارك. أثبت شليمان أن طروادة كانت حقيقة تاريخية، وأثبت بليغن أنها حوصرت وأحرقت ودمرت. فريقا جامعتي توبينغن وسينسيناتي وجدا أن طروادة كانت مدينة كبيرة معرضة لهجمات عسكرية، لكن هل نستطيع القول أن حرب طروادة موضوع قصة هوميروس وشغل شليمان الشاغل قد وقعت بالفعل؟ أظن ذلك. لدينا دلائل استنتاجية على أن جيش ميسيناي قد خاض حربا شمال غربي الأناضول خلال القرن 15 قبل الميلاد، ربما قبل 300 سنة، مما سمي بحرب طروادة. هل وقعت حروب بين طروادة واليونان؟ بالتأكيد لن نفاجأ، لأن طروادة تقع عند المنطقة الحدودية التي كان الإغريق والحثيون يسعون للسيطرة عليها، لذا كانت طروادة هدفا للإثنين معا. نعم كانت هناك حروب ولدينا أدلة على ذلك. هل تورط الإغريق؟ بالتأكيد. هل نستطيع تأكيد ذلك؟ ليس بعد. غالبا ما أتساءل إن كانت حرب طروادة هي قضية أكثر مما هي حدث. هل استطاع هوميروس أن يجمع 200 أو 300 سنة من الحروب فوق الساحل الشمالي الغربي للأناضول في ملحمة واحدة؟ طبعا استطاع. لقد كان سقوط طروادة بداية نهاية العصر البرونزي. اندثرت ميسيناي وممالك عظيمة أخرى عند بحر إيجا، انهارت الواحدة تلو الأخرى، ودخلت المنطقة في ظلمة دامت 400 سنة. سقطت المدن لكن التاريخ بقي. القصص الملحمية عن أخيل وهكتور وهيلين وباريس، عن حرب طروادة وحصان طروادة، عن سقوط مأساوي لإمبراطوريات انتهت تحت وطأة الجشع والكبرياء. تنقل ذهب شليمان من مكان إلى آخر، وبقي تحت حكم العثمانيين ثم النازيين ومن بعدهم السوفيت. كلهم انهاروا، الإمبراطورية تلو الأخرى. يبدو أن كل ما لمسه شليمان تحول إلى ذهب، لكن يبدو أن كل ما لمسه هذا الذهب قد انهار. ومع هذا فإن قصة حرب طروادة بليادة هوميروس لم تنتهي. على مر آلاف السنين جاءت أمم ورحلت، لكن الحب والجشع والحرب والبطولة كلها أشياء تعيش إلى الأبد. وكما يقول هكتور في الإلياذة: دعني على الأقل لا أموت من دون صراع أو أموت مهزوما، بل دعني أفعل شيئا كبيرا أولا، شيئا يتحدث عنه الرجال من بعدي.